لكن تحديت الظروف وخضتها وحدي صبورا مستعينا بالصلاة. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أسى محنته، وكم كرهت مصابها. As I said before, takfir is part of the deen. But Ibn Taymiyyah wasn't upon this. Ibn Taymiyyah, even though he, you know, wrote books against those ghulat from the Sufiyyah, he was hesitant to call them mushriks. And also he praised Al-Bakri. اسمعوا هذه القصة. علي البكري أحد كبار الصوفية، له مؤلفات، وكان يتكلم في الاستغاثة بغير الله جل وعلا، ووضح بطلان هذه الفكرة في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري. ماذا فعل البكري؟ كفر ابن تيمية، اتهمه بالزندقة وأشياء ليست فيه، حرض العامة بل وطلبة العلم، بل في يوم من الأيام قام مع جماعة بضرب ابن تيمية، وهو بنفسه بيده ضرب ابن تيمية والناس معه يضربونه. كثير من الناس يحب ابن تيمية رحمه الله تعالى حبا عظيما، ليس فقط لأنه عالم وإمام من أئمة المسلمين، لا، هذا وأيضا كان يقضي للناس حاجاتهم، وإذا أتاه سائل ومستفتي فإنه يجيبه. وجهوا إليه مرة أخرى وحاولوا به، حتى السلطة كانت تريد الانتقام من البكري في فعلته بابن تيمية رحمه الله. بالله تأملوا معي هذه الكلمات، قال إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل، وإن كان الحق لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم، إذا ما تسمعون كلامي خلاص لا تسألوني، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء متى يشاء. أراد السلطان أن يعاقب البكري على هذه الفعلة الشنيعة، هرب البكري من مكان إلى مكان إلى مكان، ثم أخذ يبحث عن مكان لا يستطيع السلطان أن يعرف مكان البكري فيه ولا أن يعاقبه. ما وجد أن يفر من السلطان الذي يريد معاقبته لفعله بابن تيمية إلا أن يذهب إلى ابن تيمية، فذهب إلى بيت شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب وشفع له، توسط له عند السلطان أن يعفو عنه فعفى عنه. So Ibn Taymiyyah in the time of Muhammad, if he was in the time of Muhammad Ibn Abdul Wahab, he would get killed by him, because he called him a scholar, he interceded for him and he praised him. Muhammad Ibn Abdul Wahab slaughtered him like this. No doubt about it. You know it and I know it. It's your time now, closet takfiris. Come out and condemn this. Say Muhammad Ibn Wahab wrong. His mass slaughter, his mass butchering, unacceptable. And that's all you need to do. It's not difficult, but you can't, can you? You can't, because you believe it. You believe it was right to slaughter those tribes. You do. You clutch the takfiris. يسكب في أنا كم مرة قد ضقت من عظم البلاء بشر وشيطان يحاصرني أبا كم مرة قد أظلم الدرب ضحى وتحدر الدمع وضاقت بي رؤى كم مرة عصف الأنين بداخلي كم مرة قد ضاق قلبي من أسى محنته وكم كرهت